السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ يعطيك الله فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. شتراكم البنات، بغا نصوب واحد عجينة ديال صابلي ونبداو ان شاء الله على بركة الله. ندير لنا جوج كيسان ديال الزيت، عندي ربع ديال الزبدة هي، ربع ديال الزبدة لدا، وقلت لكم جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السنيدة وربعة ديال البيضات ومعلقة ديال الجليكوز كبيرة هاهي هاهي. خصنا نسالي نخليها ونشوف واش من النكهة باش غادي نكهو البنات. غادي نكهة هنا بهاد الناطة هاهي. هادي وصافي، هادشي اللي عندنا البنات. ندور على بركة الله، وقبيصة ديال الملحة ودقيق ديال الحلويات هو مغربل، وصافي ونبداو نقطعوها شوية باش ما تعذبناش. وخر ما كانت لا في التلاجة لا والو، دابا البرد راها كل واحد باش بغى ينكه، اللي ما عندوش النكهات خا يدير غير قشوره ديال الحامض ولا الفاني ولا قشور الليمون ولا جوج معالق ديال الكوك محمر في المقله. واحد على النكهات اللي متوفرين. ديرو جوج كيسان ديال السنيده ديال الهندا، زيدو البنات الزيت صافي البنات، كيجي زوين وكيجي مقمش ويصبر معاكم. هادي الحبات ديال البيض، وانتم البنات هاهي. سميتو لاكوم ديال الناطة البنات هاهي. راه تاخدو غير 5 دراهم اللي بغيتو، ماشي هكا أي حاجة، 5 دراهم 10 دراهم كتدي معاكم شحال ديرو منها وتبقى عندكم تصوبو بيها. دابا نزيدو معلقة ديال الناباج، هانتوما البنات معلقة ديال الجليكوز، عفوا قلت لكم انا مغطاش البنات راني دايخة وحق الله. تو كيف صاحبي يتعلق، ها هو البنات شتوه الجليكوز. هانتوما البنات طبعا نديرو دقيق ديال الماء، دقيقة البنات راه كنديرها هيني ميزاني على حساب الخليط.
ما كنجمعوها شري كنجمعوها غير بحال هكا كنجمعوها زاد ليك انتما البنات الريجينه ديالنا ها هي شفتوها ما كتلصق ما والو ها هي شفتوها شنو عرفو انا شحال انتما مرمله دو السر باش كنعرفو انا شحال اللي دخلت ليا ما عبرتش نقسمها البنات صافي نديرو في البلاستيكات اللي بغا يخليها ترتاح يخليها انا اللي غنخدم بها في ساعة كتعطينا كمية تبارك الله لاباس بيها هاهي البنات نسرحنا جوج بلاستيكات نتوما البنات راه درت هذا المرشم هذا الدائري مدخول من الوسط ندير لاطا اللاطا ديالي l'objectif de ce rôle. Je m'en fais seulement que ça te met en l'air. Là, que me met en chambre. Je m'en fais. Je fais la force de l'issot, ça va. Je vais te décrire là-bas. درت هاد الشكيل ديال كذا
الفيل ديالنا الاخر خرجنا غيبقى ليا التليفون الشيء اللي بقى خصنا كملنا ديال الجنه اللي بقات هي هادي انا البنات كنكمل معكم صابلي اللي ديت معكم ها هو بعد ما طاب كنزين فيه ندير بنات هنا كاوكاو مهرمش حمرتو دوزتو في الطحانة هنا ندير البنات سميتو ال عيدو بالله مش طراجي تير ديال الفريز غليتو على البوطة ودرت معاه جوج معالق ديال البليكوز وجوج معالق ديال الناطاج ماشي معالق كبار صغار شويه ماشي قد هادي ماشي كبار صافي وهادشي اللي كندير صافي ديالنا ها هو شتو جا محمر زوين ها هو كنحط انا كلشي قدامي فوق الطبلة صافي وكنبقى نخدم هاد الاخر كندوز عليه غير الناطاج غير بيدي كنخدم انا غير بيدي و البليكوز كندوز عليه هكا و كندير ليه هكا ندير معاكم هاد الشكل الاخر تاهو كندير ليه الناطاج ناباج و البليكوز مخلطين سخنتهم شوية سخنتهم غير شوية على البوطة حسيت بالعقدة هاهو غير بحال هاكا هاكا كملات كنزينها بهاد العقيق هدا البنات هاد الشكل هذا بقى ما عرفتش هو باش نزينو نشوفو يلا البنات نكمل هاد الشيء ونرجع معاكم البنات ها صابلي ديالنا ها هو بعد ما كملتو في التزيين درت معاكم هادي هادي درت غير في فواكه معسله كاوكاو وشوية اللوز والزبيب مخلطة الفواكه مخلطة هاهي درتها هنايا هاهي شفتو ودرت لها شوية هاد الدقيق صفيفة شوية زين بسيط هاهي صفتها على هاد البلاطوات هدا بغيت ندير لها السلوفان هادشي اللي كاين البنات نتمنى الله يعجبكم وما تنساوش ليا لي جيم والبارطاج البنات ومرحبا بالناس الجداد والقدام راه ولاد الدار
يلا الله يستر.